وللحديث أكثر ينضم إلينا السيد رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك سيد رائد. نواصل حديثنا سيد رائد. عودة التوترات السياسية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة جددت المخاوف في الأسواق العالمية، وكان لها اليوم تأثير يعني واضح في جميع تقريبا نقدر نقول الأسواق العالمية. برأيك يعني هل سيكون هناك رد فعل أو تبعات اقتصادية طويلة الأمد في الأسواق نتيجة تلك الأحداث؟ طبعا هذه الأحداث عم تتكرر عنا ليس أول مرة، ولكن هذا يعني الصاروخ الذي تم إطلاقه من كوريا الشمالية اليوم نوعا ما يعني كانت ضربة مباشرة لرغبة الاستثمار من قبل المستثمرين إجمالا، وتجنب للمخاطر شبه كلي في الوقت الحالي يؤثر على أداء الاقتصاد بشكل عام. استمرار هذا الوضع التوتر وعدم اليقين وعدم الوضوح، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية اللي نحن عم نشوفها، بلا شك سوف يكون له تبعات اقتصادية على المدى الطويل يعني أساساتها حاليا. ممكن جدا أن يؤثر ذلك على بدء موجة تصحيح في الأسهم الأمريكية وفي الأسواق الأمريكية في الوقت الحالي، خصوصا أنه هذا عامل يضاف إلى مجموعة من العوامل الأخرى التي حقيقة تضغط على الرغبة بالمخاطرة، منها الإغلاق الممكن لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يتم رفع سقف الدين الأمريكي، وطبعا والتهديدات المستمرة من قبل دونالد ترامب، إضافة إلى توترات كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. نعم، نتحدث عن الذهب اليوم. الذهب كسر حاجز $1,300 للأونصة. برأيك ما هو حاجز المقاومة الجديد للذهب؟ إجمالا الذهب يعني المستفيد الأكبر حقيقة في مسلسل التوترات الموجود، عدم الوضوح الموجود. المستثمرين إذا امتنعوا عن المخاطرة يتجهون إلى الملاذات الأمنة وعلى رأسها الذهب. الذهب تمكن يوم أمس من تحقيق قفزة قوية من مستويات 92 حتى $1,307 للأونصة، ليعيد مجددا نفس هذه القفزة اليوم مع أحداث كوريا الشمالية الجديدة، وصل إلى مستويات $1,324 للأونصة. حقيقة كانت هذه أهداف على المدى المتوسط، لكن نتيجة تواتر الأحداث السريع بدأت أسعار الذهب تحقق هذه الأهداف على المدى المتوسط. الآن الأنظار نحو مستويات $1,340 للأونصة، والتي تمثل حقيقة مستويات مقاومة قد تكون مهمة جدا بالنسبة للذهب. نعم، أيضا اليوم كان في قفزة لأداء اليورو، تعليقك على ذلك؟ طبعا اليورو كارتفاع، اولا ضعف الدولار الامريكي كان عامل اساسي، ثانيا هو استمرار للرياكشن او ردة الفعل التي جاءت بعد تصريحات ماريو دراغي التي قللت من اهميه ان يعني ضرر اليورو المرتفع على الاقتصاد الاوروبي، وبالتالي ذلك فتح المجال لارتفاعات اليورو اللي شفناها اليوم، وارتفاعه فوق 1.20 يعتبر يعني مجال لمزيد من الارتفاعات نحو الاهداف التاليه 22 وال24 قد يمكن الوصول اليها خلال المدى المتوسط، نتحدث عن أسبوع أو اثنين نصل إلى هذه المستويات. نعم، أيضا راح نتكلم عن الفائدة الأمريكية يعني بانتظار يوم الجمعة تقرير الوظائف والقراءة المعدلة للنمو في الولايات المتحدة لرصد أي إشارات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة. يعني كثير في جدل حول أسعار الفائدة هذا العام، تعليقك؟ بالتأكيد يعني بعد التوجه القوي كان من الفيدرال الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية والوضوح في عدد مرات رفع أسعار الفائدة وتطبيق الوعود كما ذكرنا، بدأ مؤخرا الحديث عن تراجع والضعف نوعا ما في نمو مستويات التضخم. هذا يؤثر بشكل مباشر على نوايا الفيدرالي بتسريع عملية أو تشديد السياسة النقدية، بالتالي سأصبح يؤثر أيضا على يعني انخفضنا من شبه قناعة كاملة أنه سوف يكون هناك رفع لسعر الفائدة ثالث هذا العام إلى إمكانية أن لا يكون هذا الرفع في هذا العام. فهذا يعتبر يعني تطور كبير، خصوصا على لسان جانيت يالين وأعضاء الفيدرالي الأمريكي تم تأكيد هذه الفكرة أكثر وأكثر، أي أن التضخم متراجع. البيانات التي ذكرتيهم مهمين جدا للوقوف على مدى تحسن التضخم أو مدى الأثر السلبي للتضخم على باقي معطيات الاقتصاد، ولعل الأبرز كانعكاس لهذه الأرقام سوف يكون بيانات المعدل للنمو الناتج المحلي الإجمالي. نعم سيد رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا.